اليوم في صديقة إنسان بنزور حالة مواطن كويتي عليه ضبط إحضار وعليه مديونيات، نبي نزوره في مكانه في البر، مو مستقر مكان محدد بسبب الوضع اللي هو عايش فيه. اليوم صديقة إنسان نتعرف عليه ونشوف قصته. شنو القصة من البداية؟ والله أول شيء أنا يعني قصتي من البداية مع الإيجار اللي أنا كنت قاعد في شقة، يعني صاحب البيت طوفنا إيجار فقال اطلع لأن أنت عليك مديونية فعليك قضايا والدين يعني مو شوية وايد. فبعد هذا شلت العيال وهذا وطلعنا. بعد ما طلعنا يعني ما لقينا لنا مكان إلا السيارة، والسيارة اللي هي شالتنا هي البيت، واتجهنا على مكان البر اللي يعني هو شالنا، يعني نمنا بالسيارة وطول هالفترة هذه الأسبوعين اللي احنا فيها مثل ما انت شايفة احنا حاليا في البر. فيعني الدين، وانا موظف سابق، كنت انا متوظف بشركة وهذا، ف يعني اللي صار خلاص يعني هذا قطع خاص فما صار فيه التزام وطلعت. إنزين أبو غلا، أنت كويتي؟ أي نعم، أنا مواطن كويتي. إنزين ما قدرت تتوظف في ديوان الخدمة؟ والله قدمت بس سبب شهادتي ما تسمح. شنو شهادتك؟ شهادتي يعني ولا متوسط. فما تسمح إن يعني تعتبر ابتدائي؟ أي تعتبر ابتدائي، فما تسمح إني أتوظف. في وظائف يعني تكون بسيطة، المعاشات البسيطة؟ والله يعني قدمت أكثر من جهة على القطاع الخاص، مثل ما قلت لك بعد الديوان رفضني. مرتك ما تشتغل؟ لا والله ما تشتغل. كويتية بعد؟ لا والله غير كويتية. غير كويتية من فئة البدون. أي غير محددة الجنس. أي ف يعني صحتها الحمد لله، والعيال زينين يعني، ويعني ما في، ما جربت تشتغل؟ والله ما في مجال. قدمت اكثر من جهه حقها وعندها شهاده وتستحق يعني انها تتوظف. ابو غلا، كم سنه تقريبا قاعد تعاني من هالمشكله هذه؟ والله الحين هذه ثالث سنه. المديونيه والاجار؟ اي المديونيه والاجارات، يعني ما في جهه ولا يعني مثل وظيفه ان اقدر استمر على اساس ان اقدر اسكر الدين والاجار، ان انا قاعد بمكان اقدر اسكر اجاري فيه. وزوجتي كذلك يعني مثل ما ذكرت لك ان هي بعد عليها مديونيه، يعني اثنيننا مديونيه، فكل ما انا بنروح مكان نسكن فيطلب البطائق المدنيه، فلما يشوف في قضايا ماليه ما يرضى يسكن. ف بالحاله هذه ان قلنا خلاص وقفنا وتعبنا. اخر شيء يعني البر قعدنا ومعاي العيال. انزين ابو غلا، يعني الناس تقول كويتي اي نعم مو مغترب اي نعم، اكيد الاهل موجودين، الوالد الوالدة. الوالد متوفي؟ الوالد متوفي. الوالدة يعني مرة كبيرة بالعمر، فالوالدة خوات؟ لا والله وحيد الوالد. انت وحيد الوالد؟ ايه، بس ما عندي لا اخوان ولا اخوات. الحين اسم اللي عليهم العيال بالسيارة مع مرتك؟ نعم. زين شلون قاعد تقضي يومك؟ والله تقومون الصبح وين تنامون؟ شنو والله طريق؟ بالليل نجي هني يعني نجي الساعة 12 كذي وحدة. ايه؟ يعني بالليل؟ اي. انزين فنقعد ننام هني بالمكان موقعنا هذا، نسكر السيارة نقعد ننام بالسيارة، نبطل شوي من الجامات تعرفين عشان شوي يصير تنفس حق الإهال وهذا. ففي جاخور هني قريب من قريب من عندي. ففي عامل يعني الأمانة مو مقصر معنا. زين باجي اليوم؟ باجي اليوم نمت الحين وقعدت؟ ايه بعدين قعدت اروح المساجد. ايه؟ وقت الصلاة نصلي ونخلص هذا، نقعد بالمسجد بعد ما
تخلص الصلاة فلازم يسكر المسجد. إيه. فأخذ اليهال ونقعد نفتر يعني نشوف اللي نحاول نكلم يعني ناس. إيه. السيارة. إيه والله نحاول نكلم الناس وهذا يعني نشوف هالخير الناس اللي يعني الطيبة عشان بس يساعدونا بالأمر اللي إحنا هذا فيه. زين سيارتك هذه أجار؟ السيارة إيه السيارة لا والله السيارة أجار. أجار. أي والله. أجار باليومية؟ إيه أجار باليومي. يوميتها 7 دنانير أجار السيارة وأنا قاعد أدفع من بدل الأجار. زين شلون على الأكل والشرب؟ شلون قاعد تأكلون تشربون اليهال؟ والله مثل ما قلت يعني. الروح صراحة يعني الأمانة في مساجد. وفي صوب البيوت يعني ناس تحط أكل وجبات بالثلاجات أي نأخذ من عندها وهذا اللي قاعد يصير إحنا نمشي يومنا كذي نأكل يعني واحد يسوي وين يروح. يعطيك الصحة والعافية. آمين يا رب. إن شاء الله بإذن الله يعني اللي يقدر يساعد راح يساعد إن شاء الله. والله إحنا نتمنى من الخير إن يوقفون معانا وأنا ولدهم بالعكس وعيالي عيالهم وأنا بعد معي مرة بالسيارة مو يعني إذا أنا ريال عن نفسي عادي. شفتوا معاي قصة بوغلا مواطن كويتي ومتزوج من زوجة شابة من غير محددي الجنسية وعندهم 3 عيال. القصة كلها من بدايتها لنهايتها اللي قاعد أفكر فيه إن مواطن كويتي يوصل لهذه المرحلة. جهات مختلفة مختصة بالمواطنين الكويتيين ما قدروا يسوون شيء أو ما حبوا يسوون شيء. بغلا حب يوصل صوته اليوم لكم عشان تقدرون تساعدونه باللي تقدرون عليه. إن شاء الله بإذن الله ما تخلونه وإن شاء الله تنحل كل مشاكله.